عليكم خوتي وخواتاتي، نتمناكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده يا رب. على ام صفاء غنشارك معكم القراش ولا القرص، كل واحد كيفاش يقول لهم طريقتهم زوينه ومبسطه وساهلين التحضير لبنات المبتدئات ان شاء الله من اول تجربه غينجحوا معاكم. وشكرا للاخوات اللي تجربوا الوصفه وتتصلوا بيا في الخاص وتقول لي عالم ام صفاء وصفاتك غزالين وناجحين والشرح مبسط. شكرا لكم بزاف، شكرا للناس القدام اللي مساندين من اول بدايه، شكرا للعائله ديالي الكبيره والصغيره، شكرا للناس اللي متابعيني من اليوتيوب، شكرا لكم اللي خطيكم الله يجازيكم بخير، شكرا لكم على لي لايك وشكرا لكم على الكومنتات، وشكرا للاصدقاء ديالي والاحباب ديالي اللي يشاهدوا الفيديوهات وتيقولوا لي الفيديوهات ديالك غزالين ورائعين. واستمري بكم انتما، انا باش محفزه وباقه تنزيد نعطي وباقه الله يعطيني الصبر، وخا القناه ديالي باقه ما طلعاتش. نتمنى من الله تبارطاجيوها مع العائله والاحباب ديالكم باش تكبر القناه بلا ما نكثر عليكم. البنات راه تيجيو فنين، البنات تيجيو رائعين، انتم خاوين فشفشين. شوفوا على الصباح كيفاش نضغط بالبس بالجد وتتعاود طلع باش تعرفوا الدليل ديالهم، راهم فنين وغزالين. نتمنىكم تجربوهم هانتوما البنات، شقولوا لي كيفاش شاكم الشكل ديالهم، تيحمق وتيحمر الوجه هانتوما، وساهلين التحضير دغيا تبارك الله ما شاء الله. هانتوما شوفوا كي دايرين شكلهم رائع ما شاء الله، شكلهم غزال البنات. نقطع لكم وتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش جا، شوفوا الشكل ديالهم كيفاش جا البنات، غزالين البنات، مهوين وزوينين بزاف 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 كما تنقول لكم. هانتوما شوفوا، شوفوا القوام ديالهم، شوفوا تبارك الله القوام ديالهم هانتوما، شوف قداش ضغط هانتوما، شوفوا شوفوا كيف هاركين وزوينين. وجربوهم البنات وردوا عليا الخبر وخلوا لي في التعاليق، حتى الاناء ديال الطرطيه زوين بحال هكا، نقادو في هذا الاناء ونغطيوه بحال هكا. والله الا خديتو البنات الا زوين هاد الغطايه كيبقاو الكرايسات زوينين وغزالين فين ما نعذروا وليدات الصباح، كل واحد بغى ياخذ شي حاجه تيعمرها بالشكلاط ولا كوفيتير ولا باش ما عمرهم. زوينه هاد الغطايه حتى هي زوينه تقيسي بحال هكا ديال الحلوه. يلا البنات ندوزوا للطريقه كيفاش غنحضرها بلا ما نطول عليكم، وشكرا لكم بزاف اللي خطاكم عليا على التعليق ديالكم ولي لايكات، الله يجازيكم بخير والله يرحم الوالدين. انا بسم الله غنشارك معكم الاخوات، كل واحد واش يقول لهم، كاين اللي يقول لهم القراش وكاين اللي يقول لهم القرص. المهم غنشارك معكم الطريقه ديالتي ان شاء الله. عندي جوج كيسان ديال الحليب اللي دفيته شويه مع الحال بارد، عندنا كاين عندنا الثلج، جوج كيسان البنات ديال الحليب، كل واحد يدير على القدر ديالو. نعطيكم المكونات واللي بغى يضعفهم يضعفهم، يضعف المقادير. صافي غادي ندير ثلاث معالق ديال السكر عابرهم، وغندير معلقه ونص ديال الخميره فوريه مع الحليب بارد، وغنخلط الكل وغنخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. غندير حتى واحد الكيس ديال الفاني تيعطيهم واحد المذاق زوين البنات، اللي متوفر عنده الفاني الفاني ديال. صافي نعسل شي كامل، ما قداتنيش الخميره طريه ودرت حتى الحبيبات، غنلو عليهم واحد المنديل نخليهم 10 دقائق ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. صافي هنا الاخوات من بعد ما دازت 10 دقائق غندير كما قلت لكم الفاني تبارك الله ختامات. هنا البنات راني كاع ما تنخدم انا باللي كاع ما عدتش معاه، ولكن ضربت صبعي باش نشيكم باش نحل واحد البلاكار، واحد المصامر ما بانش ليا ضربت به صبعي واحد الضربه خايبه الله ينجيكم. المهم انا البنات راني عائلتي الثانيه نعاود لكم كلشي ان شاء الله. المهم صافي انتم شوفوا تبارك الله ما شاء الله، وجوج معالق ديال الجنجلان ها هما البنات، اللي ما بغاش يديرو ما يديرهمش. انا ما درتش حبه حلاوه ما بغاوهاش الدراري ما درتهاش، اللي بغا يدير نافع وحبه حلاوه يديرها، واللي ما بغاش يدير حتى ما بغاش يدير حتى الزرارع ما يديرهمش. المعلقه الاولى البنات ديال الزبده، المعلقه الثانيه تخليهم يجيو هشاش ويبقاو مده طويله. هاد الزبده هادي كاس تاع الفينو تاع
تيخليو حتى هما تيجيو زوينين به. صافي البنات، والدقيقة راني قربلت وحاطة حدايا، هي تتهز خمسة الكيسان ديال الدقيق. غندير دابا الملح وغندير يدي نخدم يدي، هدا مبقاش لايق ليا عزيزي عليا اليد. هادو راه زوينين البنات الكوطي، زوينين لوليدات الصباح، يعمرو بالشكلاط ولا بالفرماج ولا باش ما بغاو يديو معاه. صافي غندير الزيت البنات، حطش معلقة ديال الزيت، جوج معالق ديال الزيت، وندير كاس ديال الفورص ونبدا نخلط. عندي كيس ديال خليط الحلوى حتى هو غنديرو. هانتوما البنات كاع ما فيهم البيض، وتيجيو زوينين تيجيو غزالين. كاس ثالث، واحد فينو وجوج فورص. كاس الرابع، وندير الكيس ديال الخميره، هاد الخميره تعطينا واحد المحسن الخبز زوين ضروري نديروها. اللي ما بغاش يديرها يدير معلقه ديال الخل. غنزيد الكاس الخامس ونشوف. تبارك الله تتعطي. هانتوما البنات تكون على هاد القوام، ما تكونش تلتصق في يدين وما تكونش قاسحه بزاف باش يجينا الكروس ديالنا هشاش وزوينين. غنجمعهم مزيان البنات ونغطيو بواحد المنديل ونخليهم يتضاعف في الحجم ديالهم. صافي هنا الاخوات شوفوا كي اختمر تبارك الله، ولا مهوي وعلم زويناته. هانتوما صافي تندهنا شويه ديال الزيت شويه بحال هكا شتو هانتوما باش نحيد من داك الهواء. هي صافي كيولا نيل تبارك الله ما شاء الله. صافي هانتوما شوفوا كيولا، ندير منو قبيصات. صافي هنا البنات هانتوما غنديرو بحال هكا ونديرو الكاس بحال هكا. هاد الطريقه يا البنات ما تحتاجوش تلولو هانتوما، وانتوما قداش بغيتوها. صافي تنحطهم بحال هكا من بعدين هانتوما، درت الصغيره ودرت الكبيره، انتوما دير الحجم اللي بغيتو. والله الا ساهله يا البنات زوينه، عجبتني هاد الطريقه. بقيتوها شويه خاصه تنقادوها بحال هكا هانتوما شتو. صافي كتجي زوينين، تناخدو شويه كميه وكندورو الكاس بحال هكا. ساهله يا البنات هانتوما الطريقه ساهله، حتى البنات اللي مبتدئه كما عارفوش يديرو الكويرات ساهله لهم هاد الطريقه. صافي بعد ما الزربه ما دايره فيا البنات، بعد ما غادي نكملهم نقادو في لاطا نكمل، نمشي نشعل الفرن نمشي يسخن الفرن ديال الكاز ديال الدوره تيكون سريع. صافي غادي نبقى مستمره حتى نكملهم. صافي عطاوني هاد الكميه الاخوات شتو هي، عطاوني هنايا هاد الكميه 8 10 14 وحده 15 16 17 18 19 19 حبه. صافي غنبسطهم شويه، نبسطهم شويه ونطرب واحد صفار بيضه مع معلقه ديال الحليب ومعلقه ديال النسكافي، نسربهم مزيان باش ندهن لهم الوجه ديالهم. بعد ما تربت كملت لكم صفار بيضاء مع معلقه ديال الحليب كبيره ومع معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. صافي وغطيته بالمنديل مع كاين البرد، غنجيبهم هنايا نتوما كندير لهم بحال هكايا شويه شويه نضغط باش يبقاو مقيوسين. هذا سميت الطبع طيب فيه الخبز، دابا غتخون نخليه واحد شويه ونديه واحد 10 دقائق ونديه.
صافي على هذا الشكل. شو تبارك الله كتيتهم باو، انا الورق عليهم وهما طالعين. غندهن ب المرة الاولى بهذا صفر البيض، ومني طلعوا ثاني عاوتاني دهنهم وندير لهم شويه جنجلال. بغيتو تخليهم بلا جنجلال خليهم، راح ديرهم فيهم الداخل. انا ما درت فيهم حتى حشوه من الداخل، خليتهم طبيعيين، كل واحد يتفنن كي بغى هوايه. اللي بغى يدير فيهم الشكلاطه ديرو، اللي بغى يدير فيهم الفرماج ديرو، اللي بغى يدير فيهم الكوفيتير. انا خليتهم بحال الكخاوي، راكم شفتوا حتى الحلاوه ما كثيراش. ما عليكم غير شجعوني وخليو لي في الكومونتير اي حاجه بغيتوها نوجدها مع خواتاتي ان شاء الله بحول الله. البنات بعد ما دهنتهم ما غاديش ندير لهم الزيت، غنخلي مرحه الفران عندي طافي بارد، هو باش الا درتو الزيت غادي تمسح لكم كلشي. نتوما بغيتهم حتى يختامروا والدهنه بجوج دهنات، حتى يختامروا دهنه بجوج دهنات. انا دهنتهم من دابا، انا خليت الفران بلا دهن يختامروا دوز 10 دقائق وندهنوا مزيان. صافي غادي ندخلهم دابا كيما قلت لكم الفران، غنخليهم غندربهم باش يدوز 10 دقائق ونديهم الفران ان شاء الله. البنات هما غنعاودو المرة الثانية باش يعطيونا داك اللمعان زوين كيشد فيهم. هانتوما صافي، ندير لهم شوية جنجلال كيما قلت لكم، وندخلهم الفران الفوق نقص عليهم العافية حتى يتنفخو مزيان. فران ديال الكاز، عندي الفران ديال الضو ولكن صغير، مغادش يهز ليا بلاطة كبيرة. صافي، واللاطة الأخرى درت فيها دوك الست الحبات حتى يختامر، وندهنهم حتى هما بلا طارطية. هذه كتعطيها جوج كوشات تعطيها مزيان، كيعطيه اللمعان لهاد القرص ديالنا ولا القراشل لي تيجيو زوينين، كيتنفخو تيجيو زوينين البنات. يعني البنات لي بانو ليا تندهنهم انا شويه جنجال بقى ليا على درتو فهاد الورق. صافي ندير بحال هكا، ملي ما تيحبهمش يتفاداهم، ما عندهم ما زعما كينا كي درتهم كيما درتهم تيجيو زوينين. يلا نتلاقاو البنات ملي طيبو تشوفو الشكل ديالهم. صافي هنا الاخوات ديالي بعد ما خرجتهم من الفران درت عليهم هاد المنديل واحد بلاستيكة من الفوق وغطيتهم باش هاد الفطائر باش يرطابو ويجيونا رطبين ويجيونا زوينين. هانتوما البنات ما شاء الله، نتمناكم تجربو هانتوما. هادو خليتو بلا جنجلال وهادو اللي بجنجلال، هانتوما كتيجيو فقعين زوينين هانتوما البنات. شوفوا ما شاء الله على خفة فيهم، رائعين. وهاد الطريقة ديال الكاس راه غتهنيكم انت الوليب لبنات المبتدئات هانتوما. وعلم ام صفر تتحط لكم داكشي واضح وبين والشرح مبسط بدون تعقيدات. هانتوما تبارك الله كي دايرين مهوين وزوينين يا البنات. هانتوما شوفوا ما شاء الله فنين فنين غزالين. راه غنجيب لكم حتى المالحين على حسب السندويشات، الله يعطي قدرنا وصافي البنات. على هاد القناة نتمنى من الله شجعوني ولفتكم، والله واخا القناة ما طلعاتش ولكن ولفتكم بزاف. ما عليكم غير شجعوني الله يجزيكم بخير باش قناتي تزيد طلع ان شاء الله وتشهر. وخلوا لي لايك وكومونتير يكون رائع في حق هاد القرايسات كي جاوا تبارك الله. القراشل ولا القرص جاوا فنين يا البنات غزالين تبارك الله ما شاء الله. ايوا البنات خليتكم على خير، ما عليكم غير تشجعوني. لهلا يخطيكم عليا وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم القدام وجداد وداركم. لهلا يخطيكم بصيمه الله يجزيكم بخير، وشكرا لكم وبارطاجيو مع العائله والاحباب ديالكم. لهلا يخطيكم الاخوات خوتو خواتات وبنات وولاد، وشكرا لاي واحد تيضم القناه ديالي شكرا ليه بزاف. لهلا يخطي السلام عليكم.